مساء الخير على كل مشاهدي ومشاهدين مهارات عظيمة في كل مكان. تحية لحضراتكم وبشكر كل متابعيني من خلال شاشة قناة الأهلي وفي كل مكان. طبعا النهاردة حلقة بناء على طلب أصدقائنا، اختاروا بقى النوع اللي يريحكم. حاولت أجمع فيها أكبر كم من السلطات المحببة علشان الصيف دايما بيحب شوية حاجات خفيفة كده ولطيفة. النهاردة نعمل حلقة سلطات مميزة، أتمنى تنول إعجاب حضراتكم. هنبدأ بأول سلطة من السلطات، هنعمل سلطة النيسواز الفرنسي. أحيانا لما بيعملوها على الطريقة المغربي أو على الطريقة التونسي بيضيفوا لها شوية إضافات مختلفة عن اللي احنا حاطينها، وفي ناس بتحب تحط لها بنجر، وفي يعني طبعا السلطة دي ترجع لحضراتكم، بس احنا حبينا نعملها بالطريقة الفرنسية. هنقول المقادير بتاعتنا: عندنا بطاطس مسلوقة متقطعة أربع تربع، عندنا فاصوليا خضراء مسلوقة، عندنا جزر مبشور، وعندنا بيض مسلوق، تونة متصفية، وعندي كمان زيتون أسود مخلي، فلفل أخضر رومي شرايح، وعندي كمان طماطم متقطعة شرايح رفيعة، عندي خس متقطع شرايح، وعندي الدريسنج بتاعها عصير ليمون ومستردة وزيت زيتون وخل وطبعا ملح وفلفل. طيب احنا هنبدا اول حاجه بسم الله. تكوين السلطه في حد ذاتها حاجه جميله جدا. طبعا احنا بنتكلم بقى على انه النسواز دي من السلطات الفرنسيه، كانت فرنسيه الاصل، وهي طبعا تعتبر يعني وصفه متكامله لان فيها بيض وفيها تونه وفيها عناصر غذائيه كتير جدا. هنبدا بقى كده نحاول نجمع الطبق الحلو بتاعنا ده لحد ما نيجي نعمل الدريسنج. فهي تعد برضو من السلطات الجميله الايه المغذيه، وكانت بتتقدم كتير في يعني مطاعم كتير وفي فنادق كتير كمان. هي وصلت لنا عن طريق طبعا التجاره، طرق التجاره، ومكوناتها بقى هنحكي عنها. فيها طبعا اكيد كالسيوم، فيها فسفور. خلينا بس ايه كده ثانيه واحده، هنبدا نعمل كده ايه شرايح من الخس، فيها مجموعه فيتامين بي حلوه برضو. الحقيقه الخس ده كمان جميل في الصيف لما بيبقى ساقع، بيساعد كمان على خساره الوزن. حط كده بس شويه من الخس، جميل الخس ده قوي. اللي عايز يستخدم الخس البلدي مفيش مشكله، بس طبعا الخس الكابوتشي بيبقى دايما فيه نسبه ميه حلوه جميله، محبب اكتر يعني. طبعا شرايح البطاطس المسلوقه دي فيها برضو حديد وكالسيوم وفسفور، فيها زنك بيحفز الكولاجين العظام، وفيها حمض الفوليك طبعا، فيها الياف كمان. بصوا بقى الجمال، طبق السلطه الحلو ده اللي هو فيه خس الجميل ده. تعالوا بقى هنبدا ناخد كده من الفاصوليا الخضراء، والله طبق جميل ومن انواع السلطه الحلوه. الفاصوليا الخضراء فيها بقى فيتامين سي، وحدات كده من البطاطس. عايزين طبعا تعملوها اصغر من كده مفيش مشكله، بس بما انه طبق كبير يعني اكتر من حد هياكل فيه.
هناخد بقى الجزر، الجزر برضو بيقوي المناعة وبيساعد على صحة العيون وبيحمي من الكانسر، مفيد جدا لصحة العين، مهم يعني الجزر وجوده الحقيقة مهم برضو، مش بس في الأكل، في السلطات كمان فريش زي ما بنعمله في العصاير، كمان ممكن مع عصير البرتقال زي ما عملنا قبل كده، في حاجات كده بتبقى مهمة. هناخد بقى شوية من الفلفل الأخضر الرومي، طبعا اتفقنا فلفل الرومي ده كمان مفيد جدا، أنواع الفلفل عموما كلها بتساعد، يعني مهم للعظم ومهم للأسنان وبيساعد في تنشيط الغدة الدرقية بشكل كويس وبيساعد على نمو الأجنة كويس جدا. بصوا دي طماطم مخلية من البزر، بس أنا طبعا هطعم بنوعين طماطم اللي هي زي ما حضراتكم شايفينها كده، وهدعم كمان بطماطم شيري لو هي متواجدة. شوية من الزيتون، مش عايز يعني يكتر ما يكترش كده، واسمحوا لنا بقى نعمل الايه اخر حاجة التونة كده. التونة دي رائعة الحقيقة للنقرس، بتحافظ على صحة العين وبتقوي المناعة، بس طبعا كترها غلط عشان بيبقى فيها نسبة من الزئبق. بصوا كده، طبعا أوميجا 3 برضو، حاجات مهمة لينا كده. طبعا بيليق معاه قوي بقى التونة دي، بيليق معاها قوي البيض المسلوق، يعني دايما احنا حتى لو ايه في مثلا لما نيجي نعمل تونة نعمل جنبها البيض المسلوق، ده بيبقى جميل جدا، حتى طعمهم مع بعض بيبقى حلو مناسب. تعالوا بقى كده ناخد هنا، بسم الله كده، عايزه اقول لكم البيض المسلوق ده بيعزز نمو خلايا المخ وبيساعد الاطفال دول على انه بيقوي اسنانهم وعظمهم وبيديهم احساس كبير بالشبع، يبقى مناسب وحلو جدا ليهم الحقيقه. بصوا كده، خلينا بقى نعمل دريسنج. انا ممكن بس اخد من الشيري توميتو دول وحدتين كده، بسم الله، حلى الوش كده تدي شكل حلو، طبق سلطه يفتح النفس. من السلطات العبقريه يعني كده، ونبدا بقى نعمل دريسنج مع بعض. بسم الله، عندي عصير ليمون، اخد الاول رشه ملح وفلفل، مش كتير عشان التونه فيها برضو نسبه ملوحه، شعره فلفل كده بسيطه، احط عصير الليمون، بسم الله، عندي نقطة خل، وعندي المستردة، دي بقى وجبة رائعة متكاملة مش محتاجة أي حاجة جنبها الحقيقة، فيها كل حاجة، حديد ومعادن وبروتين كل حاجة. تعالوا بقى نحط زيت الزيتون، بسم الله الرحمن الرحيم، تمام،
نبدا بقى ناخد كده من الدريسنج. بصوا على الطبق بتاعنا الحلو ده، عشان البطاطس المسلوقه تاخد من التتبيله الحلوه دي. قطعي ما بقى تاخد من بعض، شايفين جميل ازاي؟ وطبعا صحه وهنا على قلب حضراتكم. طبق مشبع جدا جميل، اتمنى يا رب انه ينول اعجاب حضراتكم. بسم الله. ودي سلطه النيسواز الفرنسيه اللي احنا عملناها دلوقتي مع بعض. طيب يلا بينا نعمل في سلطه كمان من السلطات الحلوه قوي، خلينا نبدا بقى نتكلم عنها برضو. تعالوا نعمل الحمص بالبنجر. البنجر احنا اتفقنا فوائده كتير، وطبعا لفقر الدم والمفاصل والكبد، وبيقوي الشعر وبيمنع الاكسده وبيحمي الجنين من التشوهات وبيعالج الامساك ويساعد في حرق الدهون ومفيد جدا لصحه القلب. شايفين السلطه جميله ازاي تتكلم عن نفسها؟ دي سلطة النيسواز الفرنسية بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي. دلوقتي بقى هنبدأ في سلطة جميلة برضو محببة لينا كلنا، هي سلطة الحمص. احنا قبل كده عملنا الحمص بالطحينة، هنعمل دلوقتي سلطة الحمص بالبنجر. خلينا نقول مقاديرها بسيطة وجميلة ونقدر ندخل البنجر معانا برضو مفيد. طيب يلا بينا نقول بسم الله. عندي سلطة الحمص بالبنجر، عندي بنجرتين او ثلاثة على حسب ما حضراتكم عاوزين، عندي كوبايه من الحمص مسلوق، عندي نص كوبايه من زيت الزيتون، عندي معلقتين كبار من الطحينه، معلقتين كبار من عصير الليمون، عندي معلقه صغيره من الثوم المفروم، ملح وطبعا بابريكا حسب الرغبه. طيب انا هاخد كده، طبعا هاخد زيت الزيتون جنبي، ممكن نضربهم في الخلاط. خلينا نقول بسم الله. هاخد كده اول حاجه البنجر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلطات الجميله ممكن نتحايل على حاجه بنحبها مع حاجه احنا مش بنحبها قوي يعني، ونجرب كده الاخبار. ممكن تخلي دول ابقى زين بيهم في الاخر، تبقى الدنيا جميله كده. وهناخد كوب من الحمص. حمص طبعا بيدعم الجهاز الهضمي، بيساعد برضو على فقدان الوزن بنسبه، لانه خلوا بالكم برضو كتره مش كويس كده، حبه كده حلوين. احنا يلا بينا، ادي الثوم وعندي هنا الطحينه، معلقتين كده من الطحينه. عايزه اقول لكم الطحينه دي برضو جميله، فيها غنيه بفيتامين بي، بتعالج الانيميا. كده هحط بقى شوية من عصير الليمون كمان. بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا عندي زيت الزيتون. تسلم ايدك يا محمد. هحط كده مكعبين ثلاثة تلج. خليني طبعا اضيف ملح وفلفل. بسم الله. ممكن نحط كمان تاتش من البابريكا. خلينا نجرب كده. بسم الله الرحمن الرحيم. كده تقليبة حلوة لتحت فوق عشان تتخلط حلو. حطيت التلج ده بيخليها كده جميلة وبتفتح لونها
بتبقى حلوة قوي القوام بتاعها كمان. جميلة قوي. اوكي يا ريت نقفل دي يا محمد كده. ناخد بقى بصوا البنجر دي ممكن تبقى هنا رائعة. يلا بينا. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي بصوا بقى هاخد بس الفرجية دي بس كده. هنحط بقى في النص شوية من زيت الزيتون. ورشة من البابريكا. ونحط كمان ممكن شوية بنجر متقطعين مكعبات صغيرين. نقول بس ان هنا في بنجر. مكعبات صغننة خالص. كم مكعب بس في النص. اهو. تمام. وكده بقى نستأذن حضراتكم نطلع لاستراحة ونرجع نستكمل باقي وصفات السلطات الجميلة اللي عايزين نعملها مع حضراتكم النهاردة. بانتظاركم. ورجعنا مرة تانية لحضراتكم بعد الاستراحة. دلوقتي هنبدأ في سلطة محببة لينا برضو هي سيزر سلد. هي طبعا بتتعمل بالخس العادي بتاعنا البلدي. لكن أنا بما أني بقى موجود عندي خس كابوتشي فأنا هستخدمه. تعالوا نقول المقادير كده مع بعض. طبعا في الدريسنج بتاعها الأنشوجة هي من الأساسيات. لكن احنا نقدر لو مش بنحبها ما نحطهاش. أنا حطيتها علشان تتعمل صح يعني. لكن تقدروا تستغنوا عنها طبعا. طيب عندي السيزر سلاد. عندي خس وعندي توست بني مكعبات حمصته في الفرن. عندي كمان جبنة بارميزان هاخد منها شرايح البارميجانو دي. وعندي صدور دجاج مشوية هاخد صدر فرخة مشوي وزيت. وعندي زيتون اسود مخلي وده اختياري يعني. الدريسنج طبعا هحط علبة من الزبادي اللايت. هحط كمان 2 معلقة كبيرة من المايونيز اللايت. عندي معلقة كبيرة من الثوم المفروم ناعم. معلقة من خل التفاح. معلقة صغيرة عسل أبيض. معلقة كبيرة من الأنشوجة المهروسة. ملح وفلفل. طبعا زيت زيتون. طيب أنا أول حاجة هعملها أن أنا هتبل الفراخ اللي هي هشويها. هاخد كده صدر فرخة وإيه وأشويه على النار عشان أقطعه قطع وأقدمه مع الإيه السيزر سلد. فأنا هاخد كده بالظبط. هاخد بس من هنا ده. أوكي بصوا كده هاخد الصدر والدجاجة. ممكن بقى أنا إيه أخده على نصين كده عشان أعمله على قطعتين. هاخد رشة كده من الملح والفلفل
والفلفل كده، وهاخد رشة زيت زيتون عايزة أقول لكم هي جميلة. صدور الدجاج برضو مفيدة للعظام، بصوا بسم الله فيها فيتامين د، بتساعد كمان الجسم ان يمتص الكالسيوم كويس. رشة زعتر كده ممكن، مش هلمسها الا لما هي تعمل ايوه فريم كده وتتهز معايا بسهولة في الطاسة علشان ما جرحش الايه الجلد بتاعها. الورك طبعا معروف ان هو بيبقى فيه دهون اكتر من الصدر، بصوا كده نشوي كده شويه حلوه، نحط برده رشه الزعتر، اي منكه انتوا حابينه او روزماري كده. الورك بيبقى قطر طبعا، الصدر بيبقى شويه يعني جاف في سنه، بس طبعا احنا نقدر نعمله في التسوية بحيث انه يبقى برضو ما هواش جاف بدرجة كبيرة. هفضل اقلب كده من الناحية دي للناحية التانية لحد ما تستوي تمام اهو. نقدر بقى بعد التشويحتين دول لو انتوا حطيتوا عندكم شمر مثلا، شمر ممكن نحط كام بذرة او من حبوب الشمر، وبعد ما تاخد الفريم ده ندخلها الفرن تقعد 10 دقايق ربع ساعه، تطلع الفراخ تقطعوها زي الديك الرومي بالظبط، رائعه وبتبقى طعمها جميل وخفيفه وبسيطه وتتحط على اي وصفه حضراتكم حابينها. انا بس ايه بتابعها شويه عشان هي الاساس فيها ده، وبعدين هبدا اجهز الطبق اللي هنقدم فيه السيزر سلاد. ممكن نقدمها هنا، والله الطبق ده جميل عجبني. بسم الله هقلع بس بقى الجلافزات مكان الدجاج وايه وناخد غيرها كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدا في السيزر. هناخد الوحدات الخس زي ما انتوا عايزين، خس ده اهم حاجه. عايزين بقى تقطعوه كده قطع، المهم يتاكل بالشوكه يعني، تبقاش حتت كبيره تبقى حتت صغيره علشان يتاكل كويس بالشوكه. ها كده شايفين ازاي. الصيف بقى بيحب الحاجات اللطيفه دي، الفراخ شغالة تمام كده. وهنبدأ بقى، هاخد الأول بولة صغننة أعمل فيها الدريسنج ده. بسم الله الرحمن الرحيم، هاخد للدريسنج الزبادي طبعا، مهم جدا لتقوية العظام والأسنان وبيساعد في فقدان الوزن كتير ما ينزل اللايت. هنقلب معاهم التوم، اللي عايز يحط توم باودر مفيش مشكله، كتروش التوم بقى حاجه بسيطه قوي. تقدروا كمان لو عايزين تستخدموه طبيعي استخدموه زي ما انا عملته كده، بس يعني تصفوه من مصفى. ادي الانشوجه، صوص الأنشوجة ده بيدي طعم كده وتيست حلو اللي يحب طبعا مش عايز يستغنى عنها. فيها أوميجا 3 وفيتامين بي مهمة جدا لضغط الدم، معلقة عسل بتساعد على صحة القلب، بتحمي من الكانسر. بصوا عايزة أقول لكم هي كمان ملهاش أضرار كتير يعني الأنشوجة، لأن هي غالبا بتتعمل في المية بملح بس. بصوا كده ده الدريسنج، ممكن بقى نحط نقطة عصير ليمون دي بقى تعزز كده فيتامين سي الأصلي بتاعنا. ليمونة كده حلوة، رشة ملح، رشة فلفل، شايفين كده. جبت بقى العيش التوست، عملته الكراتان اللي هو الايه العيش المحمص،
اللي حضراتكم شفتوه. عايزه اقول لكم نقطه من زيت الزيتون او سيبته يتحمص من غير اي ماده دهنيه. عايزه اقول لكم التوست البني ده كمان رائع لانه بيحسس بالشبع، بيملى البطن، بيمد الجسم بطاقه، ومهم للجهاز الهضم لانه فيه زنك ومغنيسيوم وفيه نسبه الياف حلوه. بصوا بقى شايفين الجمال كده الدجاج. خليني بقى انا كده جهزت كل الحاجات، وادي الدريسنج اللي عايز بقى يضيف زيتون يضيف. بصوا بقى هاخد الاول القطع التشيكن الحلوه دي، لازم بقى تتغطى شويه، عارفين ليه؟ عشان السوائل اللي فيها نحافظ عليها، مهمه قوي ان لما نطلع حاجه فيها لحمه او فراخ او حاجه من الفرن لازم تتسبع على الاقل ربع ساعه ترتاح عشان السوائل اللي فيها ترجع تبقى موجوده تاني. بصوا كده وهبدا اخد قطع الدجاج. شايفين ازاي؟ واحدة في النص اهي. تعالوا بقى هناخد كام واحدة زيتون كده خفيفة، مش كتير خلاص. وبعدين العيش الكراتون ده كده، العيش التوست البني محمصينه في الفرن، عايزين تدوله بقى مسحة زيت زيتون معاها توم باودر، بصل باودر، ماشي للطعم اللي يريح حضرتكم. كده اهو تنفع بقى الواحد اللي عنده تمرين ياكل حاجة كده جميلة تدعم، الحقيقة رائعة. وهاخد من الصوص اللي اتفقنا عليه كده، وتعالوا بقى نحط كمان من شرائح الجبنه البارميجانو على الطبق الرائع ده كده. تعالوا بقى كده، هي دي تخينه شويه، خليني اقطعها شرايح طيب رفيعه، هي المفروض تبقى شرايح ارفع بس عادي جدا. لا انا عايزه احطها بقى ايه كده شرايح كده كده، هي بتيجي بالشرايح السلايدز الخفيفه الرفيعه بتاعتها الجميله دي. الجبنة البارميجان، بارميجانو أوريجيانو، شايفين الجمال اهي بس كده. ودي احلى، يا سلام، تسلموا يا روح قلبي. ونقدم بقى السيزر سلاد ويلا بينا. خد السيزر هنا، طبعا هنشيل دول. احتفظوا بقى بالجبنه البارميجانو دي في الفريزر، ما تسيبوهاش في الثلاجه علشان تبقى جديده. احنا بقى ممكن نستسمح حضراتكم نطلع على البريك ونرجع نستكمل وصفتين لطاف جدا فيهم بقى البتنجان. لازم نعمل بتنجان مصري، نشوف بقى هنعمل ايه بعد الاستراحه في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الاستراحة. دلوقتي هنعمل سلطة جميلة اسمها سلطة الراهب. سلطة الراهب دي سلطة من السلطات المعروفة جدا في لبنان، لبنانية الأصل، وسميت كده لأنه كان الرهبان اللي بيسكنوا في الجبال، يعني الرهبان اللي بيبقوا في الأديرة هم اللي اخترعوا السلطة دي وكانوا بيعملوها، فسميت على اسمهم.
انا هشوي البتنجان، وانا قلت لحضراتكم البتنجان عشان نحافظ على القيمه الغذائيه اللي فيه وفوائده وكل فيتامينز لازم يتشوي، بيبقى جميل جدا. فانا شويته في الفرن، معلقه زيت زيتون، عايزين تنكهوه مثلا بحاجه بسيطه، انا زيت زيتون كافي جدا، بيطلع زي ما حضراتكم شايفينه كده، الصوص والميه اللي نزلت منه او معلقه زيت الزيتون اللي اتفاعلت مع البتنجان بسيبها زي ما هي، مش هعمل فيها حاجه، انا عايزاه زي ما هو كده. الباقي هخلطه مع بعض وهحطه فوق البتنجان وهديله كده ايه تخطيفه، يعني كاني بدمجهم مع بعض، بس هي ما بتبقاش مهروسه قوي يعني زي البابا غنوج، لكن برضو فيها نوع كده. خلينا نقول ايه، بسم الله، هاخد كده من هنا عصير الليمون وزيت الزيتون. تعالوا نقول المكونات الاول. طيب المكونات عندي فلفل رومي متقطع، عندي بتنجان مشوي شرايح، عندي طبعا بقدونس، عندي كمية من البصل ممكن يكون بصل أخضر، عندي كمان من الدبس الرمان، عندي معلقة، وعندي ربع كوباية من زيت الزيتون، وعندي ملح وفلفل رومي، وده حسب الرغبة. طيب يلا بينا بقى نقول بسم الله. أنا هاخد كده شوية من عصير الليمون، هعمل دول كده لوحدهم قبل ما أخلط أي حاجة، وهاخد شوية من البصل، مفضل إنه يبقى بصل أخضر طبعا، بس احنا هنحط بصل بقى اللي عندنا عشان نمشيها بالحاجه اللي موجوده. الاخضر ده رائع للحقيقه، يعني برضو بيكافح السرطان وبيعزز المناعه جدا، وناكله جنب اكلات كتير، بيقاوم الشيخوخه، رشه ملح، رشه فلفل بسيطه. عايزه اقول لكم البصل لما بيتعمل كده بيدي نكهه في اي سلطه، في اي حاجه اتبلوه بس هو الاول. خلاص عندي بقى الثوم، ثوم طبعا مضادات اكسده، بتحمي المناعه وبيعالج فقر الدم جدا، لكن الناس اللي عندهم بيسبب حموضه بقى وانتفاخ، الناس اصحاب القولون والايه اللي عندهم قرح في المعده لا قدر الله. طيب هاخد كده رشه من النعناع الجاف كده. النعناع ده رائع للتوتر بقى وعسر الهضم، من الحاجات الرائعه. تعالوا كده ناخد شويه من زيت الزيتون، وهاخد شويه من البقدونس برضو. كده بقدونس ده رائع، عايزه اقول لكم رائع، بيحمي الكلى من الحصوات، ورائع للشعر، وبيقوي المناعه، بينقي السموم، منطقه الجزء الجهاز البولي ده مهم ليه جدا، بيغسله غسل كده. بصوا بقى تعالوا هنا، عندي طماطم، عايزه اقول لكم هي حمايه للعين، كمان هي فيها نسبه حديد عاليه قاتله للبكتيريا، يمكن فيها نسبه صوديوم عاليه، البوتاسيوم فيها كويس لكن فيها نسبه صوديوم طبعا. تقدروا تخلوها من البذر وتاكلوها يعني كده كده. هاخد بقى هنا بصوا الباذنجان، بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايزاه شبه زي الشرايح. يا سلام بقى لو في رمان. بصوا بقى الباذنجان المشوي دي طعم وتيست مختلف تماما يا جماعه، والله عايزه اقول لكم رائع، بيقوي المناعه ونسبه حديد عاليه، بيحمي الجنين من التشوهات، بيعالج يعني الكانسر، شفاهم الله وعافاهم جميعا يا رب. وبعدين نخلي بالنا من الحاجات المقليه كتير. بصوا دبس الرمان ده بيحافظ على الجهاز العصبي جدا، وعايزه اقول لكم بيحمي من سرطان الثدي وبيقوي المناعه، وبنعمله من الرمان. يا سلام لو موسم الرمان بقى ونجتهد في الموضوع ده، بيحسن كمان من انتاج خلايا الدم البيضاء. بصوا بقى الجمال، شايفين سلطه دي بقى لو على وشها كمان شويه رمان هتستمتعوا بيها قوي. بصوا بقى عملنا خليط كده رائع، وكأن فيها رمان، قطع الطماطم الصغيره اللي قطعناها وكأن فيها رمان. صح ولا انا بيتهيألي؟ مش كأنه رمان؟ كأنه رمان، بتجاملوني ها؟ حبايبي بصوا كده حبايب قلبي. بصوا بقى هنقدم السلطه الرائعه دي، بصراحه تفتح النفس. يعني اقول لكم حاجه،
هي بديل للسلطات اللي بنعملها، او البتنجان اللي بالخل والثوم اللي دايما نقول ايه احنا هنعمل بتنجان بالخل والثوم. تعالوا نجرب سلطه الراهب دي الرائعه الجميله دي، لانه فيها توليفه حلوه قوي بصراحه من الخضروات. طيب تعالوا بقى بصوا جميله ازاي ما شاء الله. اولا دي بقى كمان لما تتقدم كده بتبقى رائعه، ويا سلام لو عند حضراتكم شويه رمان، حب الرمان الحب ده يعني مش قادره اقول لكم هتستمتعوا بيها قد ايه. دوقوا كده سلطه جميله حقيقي، بنشكرهم يعني التبادل الثقافات ده حاجه حلوه. طيب انا دلوقتي لو هعمل بابا غنوج عايزه اعمل بتنجان مشوي اظبطه في اي سلطه انا عاوزاها، هحكي عن شوي البتنجان وهنشويه ازاي. لكن اسمحوا لنا الاول ننزل مقادير البابا غنوج اللي معانا، اللي احنا هنعمل برده سلطه البابا غنوج كده بطريقه لطيفه. خلينا الاول ننزلها وبعدين نحكي مع بعض على شوي البتنجان اصلا الطريقه ليه ازاي. عندنا 2 بتنجانه مشويه رومي، عندنا بصله مشويه بشوي البصل معاه، عندنا ربع كوبايه من الطحينه، عندنا زيت زيتون، عندنا عصير ليمون وكمون وملح وفلفل، ثوم مهروس، بقدونس مفروم، للتزيين زيت زيتون وشطه حسب الرغبه. انا باخد البتنجانه بتاعتي السليمه، بسم الله الرحمن الرحيم، نبدا بقى كده نطلع لقدام شويه، اهي بتنجانه سليمه خالص. هاخد كده قطعه فويل، هحط فيها البتنجانه، وما بحطها بخرمها كده بس بالشوكه، شايفين ازاي كده كده. والفرن عندي سخن 180 خلاص. وباخد بصلايه بقشرها واحطها معاه، ولو عايزين فصين توم كمان تشوهم، او تاخدوا نص راس التوم وتحطوها مفيش مشكله خلاص. وهعمل كده على الخليط وهقفل وهدخلهم الفرن خلاص. بسم الله، علشان تتشوي هتاخد وقتها، ولما هتطلع هبقى لازم اعمل حاجه مهمه، لازم اكتم البخار في البتنجانيه دي عشان تعمل القشره بصوا تبعد عنها كده. لو انا ما كتمتش البخار في حاجه تكتمه هتلزق فيها القشره وهتضايقني قوي وانا بشيلها، فانا لازم اكون عارفه ازاي اتخلص من القشره دي واشيلها بسهوله زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. هبدا بقى اقشرها بسهوله كده زي ما حضراتكم شايفين اهي، وانا ماسكاها عاديه جدا بعد ما شويتها، وتطلع طعمها روعة وفيها تدخينة كده، لأن البابا غنوج عارفين جماله في الطعم المدخن ده أهي، شايفين إزاي أهي. في ناس ممكن تعملها على الغاز، الغاز يعني على البوتاجاز ماشي، بس طبعا هي في الفرن أسهل بدل ما تفضلي واقفة تقعدي تقلبيها يمين وشمال، فالدنيا هنا هتبقى أبسط وأجمل بكتير. طيب أنا بقى هقطع الجزء ده، خليني أخد السكينة دي أهي كده، وهاخد بوله كده نظيفه هحطها هنا، وممكن طبعا بالسكين خفيف كده هبدا. بصوا اهي شايفين من جوه بيضه وجميله ازاي، هبدا اقطع كده. حلو ان احنا نحس برضو شعور البابا غنوج ان في بتنجان، ما تبقاش يعني ايه مهروسه قوي قوي جامد كده. طيب نعملها بقى في طبق جميل، خليني كده اشوف طبق واسع حلو عشان يبان فيها الايه البابا غنوج الخطير ده. ممكن اخد ده، يلا بينا هناخد كده كميه البابا غنوج. انا هاخد شويه من البتنجان بما ان عندي 2، بصوا بس الصوص ده هاخده عشان انا هضربه في الخلاط، هاخد معاه شويه الصوص ده اللي هو ايه اللي هو الناتج من عصاره البتنجان مع زيت الزيتون اللي انا شويته في الفرن خلاص. هاخد كميه منه وهسيب شويه خشنين، كميه منه هضربهم هنا في الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم، وهاخد البصل المشويه اللي وريتها لحضراتكم، احنا شوينا البصل طلع كده اهو، ده البصل المشوي، شيل بس دي اللي من جوه مش عايزاها اهو. هاخد البصلايه المشويه معاهم كمان، وعندي كمون وثوم وطحينه، واخد كده معلقه كمون، مش
شعره بسيطه من الشطه بسيطه، ودي اختياري، والطحينه بسم الله مش كتير، عايزه احس طعم البتنجان اكتر كده. طحينه الخام، عندي عصير ليمون، ناخد رشة الملح والفلفل، رشة فلفل، ويلا بينا زيت زيتون والبقدونس. بسم الله، هاخد شوية بقدونس جوه الخليط وهاخد زيت زيتون. تعالوا بقى نضرب الخليط الحلو ده مع بعض. بسم الله، هعمل كالآتي، هاخد بولة هخلط فيها كمية البتنجان اللي قلت لحضراتكم ان انا سايباها شوية فيها خشن، وهضيف عليها من اللي احنا خلطناهم دول مع بعض. شايفين ازاي؟ هنزل هنا فيها قطع البتنجان، رشة بسيطة من البقدونس، نقطتين بقى زيت زيتون، واللي عايز شطة لمين اللي بيقول؟ حاضر يا شوشو، شايفين ازاي؟ وايه دوقوا بقى، طعم جميل جدا، يعني الطعم المدخن وبعدين بسيطه وسهله خفيفه. استفدت من فوائد البتنجان، اللي عايز يخلي كميه البتنجان اكتر من كده، بس انا عارفه ان بنحب التغميسات اللي على طول، في ناس ما بتحبش تحس او تشعر بذر البتنجان نفسه، عشان كده انا عملت الخطوه بتاعه ان احنا نخلط شويه ونروح خلطينهم على باقي كميه البتنجان، وكده عملنا بابا غنوج لطيف، يعني ايه من السلطات الجميله المحببه برده، وكده مجموعه جميله من السلطات. عملنا ايه بقى النهارده؟ عملنا سلطة النيسواز الفرنسي زي ما حضراتكم شايفينها كده، سلطة رائعة فرنسية جميلة، ممكن تزودوا لها بنجر، عملناها، وده البابا غنوج اهو مخرجنا بيستعرضه، تسلم ايدك شكرا. لازم تبقى فيها جرشة كده البابا غنوج عن الطحينة طبعا وعن الحمص بالطحينة. عملنا كمان سلطة البنجر بالحمص عشان يبقى عندنا متنوع كده ونستفيد من الحاجة الجميلة، يبقى لونها كده مغري ورائع، وطعمها كمان هيبقى هو نفسه طعم الحمص اللي حضراتكم بتحبوه. وعملنا سلطة السيزر سلاد بصدور الفراخ المشوية بالصدور، وعملنا كمان سلطة الراهب الجميلة
زي ما حضراتكم شفتوها، واتمنى يا رب ان النهارده الحلقه تنول اعجاب حضراتكم، قدموا الصنف اللي حضراتكم تحبوه، اللي تحبوا ان انتم تعملوه جربوه، ان شاء الله هتستمتعوا بيه. ورجاء بلاش البتنجان نقليه، خلينا نشويه دايما في الفرن، حتى لو هنعمل مسقعه هنشويه في الفرن، شرايح بتنجان مشويه او لو عندنا الاير فراير هنشويه فيها، هتبقى حاجه صحيه عشان بتبقى كم زيوت رهيب، والاهم نحصل على فيتامينز كويسه وجميله. طبعا انا يعني اتمنى كل التوفيق لحضراتكم وكل اولادنا اللي بيتدربوا ويتمرنوا اللي عايزين وجبات سريعه وحاجات كده مشبعه وفيها كل كم الفيتامينز. عملنا النهارده ده بما اننا في قناه الاهلي لازم نعمل حاجات صحيه وجميله، اتمنى يا رب تنول اعجاب حضراتكم. وطبعا هستسمحكم هنطلع الاستراحه ونستقبل الفقره الطبيه في انتظار حضراتكم.